أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. يلا مع بعض نشوف الفقرة الأولى من الدرس هتقول لنا إيه. أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة المتحجرة، فأخذت أفكر ما هذا الاسم العجيب، ولماذا نذهب إلى غابة حجرية؟ وهل بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ وعندما عدت إلى المنزل وفرغت من واجباتي. أخبرتنا فعل ماض المعلمة لام قمرية وتاء مربوطة وحرف اللام حرف ساكن، أما اللام الأولى حرف ساكن وهي لام قمرية، أما اللام الثانية في كلمة المعلمة حرف مضاعف أو حرف مشدد، عن حرف جر منفصل، قيام اسم مجرور، مدرستنا بها مد بالألف، برحلة الباء حرف جر متصل، رحلة اسم مجرور وبها تاء مربوطة، إلى حرف جر منفصل وبها ألف لينة، الغابة لام قمرية مد بالألف، المتحجرة بها تاء مربوطة وهي اسم الوجود، علامة من علامات الاسم بها وهي الألف واللام. فأخذت الفاء حرف عطف، أخذت فعل ماض، التاء تاء مفتوحة، أفكر فعل مضارع وهمزة قطع، النقطتين من علامات الترقيم. ما هذا الاسم العجيب؟ أسلوب استفهام، بدأ بأداة استفهام وانتهى بعلامة استفهام. هذا اسم إشارة للمفرد المذكر، الاسم همزة وصل، العجيب لام قمرية ومد بالياء، وحرف عطف لماذا؟ أداة استفهام تسأل عن السبب. نذهب فعل مضارع، غابة حجرية تنوين بالكسر، هل أداة استفهام، أحجار همز القطع ومد بالألف، أشجار همز القطع ومد بالألف، على ألف لينة وهي حرف جر منفصل، شكل اسم مجرور، عدت فعل ماض، المنزل لام قمرية، فرغت فعل ماض، واجباتي كلمة جمع مفردها واجبي وبها مد بالألف ومد بالياء. طبعاً المعلمة عندما كنا بالمدرسة أخبرتنا وأعلمتنا عن قيام المدرسة برحلة إلى الغابة المتحجرة، فأخذت أفكر، أخذ صديقنا يفكر، ما هذا الاسم العجيب؟ إيه الاسم الغريب ده اللي هو الغابة المتحجرة؟ وطبعاً بدأ يسأل نفسه بعض الأسئلة، لماذا نذهب إلى غابة حجرية؟ إيه السبب اللي هيخلينا نذهب إلى غابة حجرية؟ ويا ترى الغابة دي بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ طب هي اسمها غابة متحجرة يعني بها أحجار، طب الغابة بيكون متواجد بيها أشجار، طب هي فيها أحجار ولا أشجار؟ كل الأسئلة دي دارت في عقل صديقنا. وعندما عدت إلى المنزل، وعندما رجعت إلى المنزل وفرغت من واجباتي، طبعا كلنا لازم نرجع المنزل، أول حاجة نعملها نخلص الواجبات اللي علينا وبعد كده نمارس أي هواية إحنا بنحبها. ذهبت لأنام وأنا أتخيل شكل المكان وغرابته. في صباح اليوم التالي اصطحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب يقع في حي القاهرة الجديدة يسمى محمية الغابة المتحجرة، وتحتوي هذه المحمية على أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون. ذهبت فعل ماض والتاء تاء مفتوحة، لأنام اللام لام تعليل لوجود فعل بعدها، أنام فعل مضارع وحرف عطف، أنا ضمير متكلم وهمزة قطع ومد بالألف، أتخيل فعل مضارع وهمزة قطع والياء حرف مضاعف، شكل اسم المكان لام قمرية مد بالألف، غرابته مد بالألف وهاء مربوطة، صباح مد بالألف، اليوم لام قمرية ولا يوجد بها
مد بالواو ولا مد بالياء، التالي لام شمسية ومد بالياء، اصطحبتنا ألف وصل وفعل ماض إلى حرف جر منفصل، مكان عجيب مكان مد بالألف وتنوين بالكسر، عجيب مد بالياء وتنوين بالكسر، يقع فعل مضارع، حي الياء حرف مضاعف، القاهرة لام قمرية ومد بالألف، الجديدة لام قمرية مد بالياء، تاء مربوطة، يسمى فعل مضارع وألف لينة، محمية لا يوجد بها مد بالياء ولكن الياء حرف مضاعف وتاء مربوطة، الغابة لام قمرية مد بالألف، المتحجرة لام قمرية وبها تاء مربوطة، تحتوي فعل مضارع ومد بالياء ولا يوجد بها مد بالواو. هذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة وللجمع الغير عاقل. على ألف لينة، أشجار كبيرة، أشجار همز القطع ومد بالألف وتنوين بالكسر، كبيرة مد بالياء وتنوين بالكسر، نباتات كلمة جمع، نباتات بها مد بالألف وبها تنوين بالكسر، حجرية لا يوجد بها مد بالياء ويوجد بها تنوين بالكسر، والياء في كلمة حجرية حرف مضاعف، بعضها بها مد بالألف، ملون بها تنوين بالضم. طبعا هنا صديقنا بيقول ذهبت لأنام بعد أن فرغ من واجباته المدرسية، ذهب لينام وهو كان بيتخيل شكل المكان وغرابته. المكان طبعا أكيد غريب من اسمه غابة متحجرة. طيب هو طبعا شفنا صديقنا سأل أسئلة كتير قبل كده في الفقرة السابقة، هنشوف الإجابة على أسئلته دي عندما يذهب إلى الغابة ويرى ما بها من أشياء غريبة. في صباح اليوم التالي، تاني يوم الصبح، اصطحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب. يا ترى المكان ده كان بيقع فين أو موجود فين؟ موجود في حي اسمه حي القاهرة الجديدة، بيسمى إيه هذا المكان؟ محمية الغابة المتحجرة. كلنا عارفين إن المحمية هي عبارة عن مكان لحماية الحيوانات والنباتات والأسماك وكل كائن حي غريب أو نخاف عليه من الإنقراض. طيب تحتوي هذه المحمية، بتحتوي على إيه؟ بتضم إيه أو موجود فيها إيه؟ تحتوي على أشجار كبيرة. طبعا بها أي غابة يا أولاد موجود فيها أشجار، أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون، وكمان فيها نباتات حجرية متحجرة تحولت إلى أحجار، وهذه النباتات الحجرية بعضها ملون به ألوان كثيرة. يلا مع بعض نشوف الفقرة التالية. أخذت المعلمة تشرح لنا أن هذا المكان تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان، وأن هذه الأشجار كانت من خشب تحول على مر العصور إلى حجر، كما أن هذه المنطقة تعد أثراً نادراً لا مثيل له في العالم من حيث الاتساع ويساعد الخشب. أخذت فعل ماض، تشرح فعل مضارع، أن همزة قطع، هذا اسم إشارة، المكان لام قمرية مد بالألف، تكون فعل ماض والواو حرف مضاعف، ملايين مد بالياء ومد بالألف، السنين لام شمسية ومد بالياء، قبل ظرف زمان، وجود اسم وبها مد بالواو، الإنسان لام قمرية ومد بالألف، همزة وصل وهمزة متوسطة، العلامة من علامات الترقيم وهي علامة تعجب. كانت فعل ماض مد بالألف، خشب اسم تحول فعل ماض على ألف لينة، العصور لام قمرية مد بالواو، كما مد بالألف، المنطقة لام قمرية،
تاء مربوطة تعد فعل مضارع، أثرا نادرا تنوين بالفتح، وأثرا بها همزة قطع. لا أداة نفي مثيل مد بالياء، له هاء مربوطة، العالم لام قمرية مد بالألف، الاتساع همزة وصل ومد بالألف، الواو حرف عطف يساعد فعل مضارع مد بالألف، الخشب لام قمرية وهي اسم. أخذت المعلمة تشرح لنا، بدأت المعلمة تشرح لينا أن هذا المكان تكون منذ ملايين السنين. بصوا على الصورة سنة تالتة، هتلاحظوا أخشاب متحجرة بها ألوان. طبعاً المكان ده اتكون منذ ملايين السنين، يعني بقاله ملايين السنين على وجه الأرض قبل وجود الإنسان نفسه، وأن هذه الأشجار دي عبارة عن أشجار كانت من خشب. أي أشجار عارفين إنها خشب؟ طيب الأشجار دي كانت خشب وتحولت على مر العصور إلى أحجار بفعل الزمن، إن بقالها فترة وبقالها ملايين السنين على وجه الأرض. كما أن هذه المنطقة، طبعا منطقة الغابة المتحجرة، تعتبر أثرا نادرا، أثرا نادر الوجود، مفيش زيه في العالم كله من حيث الاتساع، من حيث أن هذه المحمية أو الغابة المتحجرة مساحتها كبيرة جدا جدا، وهي تعتبر متحف على الأرض، متحف كده طبيعي موجود معانا على الأرض. ويساعد الخشب، نشوف يساعد الخشب على إيه في الفقرة القادمة. يلا مع بعض نشوف الفقرة التالية. قلنا ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، كما يكشف الكثير من الأسرار عنها. بعد أن فرغت المعلمة من حديثها، أخذت أتجول بالمكان لأستكشف المزيد من الأخشاب والأحجار. المتحجر لام قمرية والجيم به شدة يعني حرف مضاعف، العلماء لام قمرية مد بالألف وهمزة متطرفة وأيضا همزة وصل. كلمة العلماء كلمة جمع مفردها العالم، دراسة اسم مجرور مد بالألف تاء مربوطة، تسجيل أيضا اسم ومد بالياء، الحياة لام قمرية ولا يوجد بها مد بالياء ولكن يوجد بها مد بالألف، القديمة لام قمرية مد بالياء، للأرض اللام حرف جر متصل، والأرض اسم مجرور وبها همزة متوسطة. يكشف فعل مضارع، الكثير لام قمرية مد بالياء، الأسرار كلمة جمع مفردها السر وبها همزة وصل وهمزة متوسطة ومد بالألف. فرغت فعل ماض، حديثها مد بالياء وهي اسم، أخذت همزة قطع، أتجول فعل مضارع بالمكان، الباء حرف جر متصل، المكان اسم مجرور ومد بالألف، لأستكشف. اللام هنا ناخد بالنا سنة تالتة لام تعليل، لأن كلمة أستكشف فعل، أستكشف فعل مضارع، المزيد لام قمرية مد بالياء، الأخشاب والأحجار كلمات جمع، الأخشاب مفردها الخشب والأحجار مفردها الحجر، الفصلة من علامات الترقيم. كنا قلنا إن الخشب المتحجر ده بيساعد العلماء على دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض. طبعا كان الإنسان مش موجود في الفترة دي، فوجود الأحجار أو الأشجار اللي تحولت لأحجار على الأرض في هذا المكان إدى فرصة للعلماء إنها تدرس طبيعة المكان وتدرس شكل النباتات اللي كانت موجودة، شكل الصخور، شكل الأحجار اللي كانت موجودة على هذه الأرض قبل وجود الإنسان. ودي طبعا حاجة وفرصة عظيمة جدا للعلماء علشان يكشفوا الكثير
من الأسرار عن المكان والنباتات والأحجار. بص معايا كده للصورة يا سنة تالتة، اتفرج على شكل الأشجار الملونة طبعا اللي تحولت إلى إيه؟ أحجار بفعل ملايين السنين. بعد أن فرغت المعلمة من حديثها، المعلمة خلصت كلام، أنا صديقنا هنا بيقول فضل بقى يتجول في المكان. لماذا كان يتجول في المكان؟ ليستكشف ويكتشف المزيد من الأخشاب والأحجار علشان يتفرج ويشوف حاجات أكتر وأكتر في المكان الجميل بتاعنا. شوف مع بعض، كل هذا وأنا لا أستطيع تخيل أن هذه المنطقة كانت ذات يوم غابة حقيقية زاخرة بالأشجار، وفكرت في أن أجمع بعض الأحجار الملونة وإحدى قطع الخشب المتحجر لأستكشفها أكثر بمعمل العلوم. لا، أداة نفي، أستطيع، فعل مضارع وهمز القطع ومد بالياء، تخيل اسم، يوم تنوين بالكسر، غابة تنوين بالفتح وبها مد بالألف، حقيقية تنوين بالفتح وبها مد بالياء، والياء الثانية عبارة عن حرف مضاعف، زاخرة أيضا مد بالألف وتنوين بالفتحة، بالأشجار الباء حرف جر متصل والأشجار اسم مجرور. فكرت فعل ماض وتاء مفتوحة، أجمع فعل مضارع وهمزة قطع، الأحجار لام قمرية، الملونة لام قمرية، وحرف الواو حرف مضاعف، إحدى همزة قطع وألف لينة، قطع كلمة جمع مفردها قطعة، الخشب لام قمرية، المتحجر حرف الجيم هنا حرف مضاعف، لأستكشفها اللام هنا لام تعليل، أستكشفها فعل مضارع، أكثر همزة قطع بمعمل الباء حرف جر متصل ومعمل اسم مجرور، العلوم كلمة جمع مفردها العلم، واللام هنا لام قمرية وبها مد بالواو. كل هذا وأنا لا أستطيع تخيل أن هذه المنطقة كانت ذات يوم غابة حقيقية زاخرة بالأشجار. كل ده الكلام ده بيقوله لنفسه صديقنا في الدرس طبعا، كل ده وهو مش قادر يتخيل أن المنطقة دي كانت غابة حقيقية ومليئة، زاخرة قلنا يعني مليئة بالأشجار. صديقنا هنا فكر في أنه يجمع بعض الأحجار الملونة. انظر يا سنة تالتة للصورة، هتلاقي شايف شكل الأشجار اللي تحولت لأحجار، بها ألوان طبعا كثيرة، وده منظر غاية في الجمال، ولذلك استحق هذا المكان أن يصبح متحف مفتوح لكل الناس علشان تزوره وتشوف جمال الأشجار اللي تحولت بفعل ملايين السنين إلى أحجار جميلة وملونة. طيب صديقنا فكر انه يجمع بعض الاحجار الملونة، وطبعا لان انبهر بشكلها وبجمالها، وفكر ايضا انه يجمع كمان احدى قطع الخشب المتحجر. طب لماذا هيجمع الاشياء دي؟ ليستكشفها اكثر بمعمل العلوم، هيروح معمل العلوم ويشوفها ويتفرج عليها ويبحث في خصائص هذه القطع المتحجرة. هنشوف بعد كده صديقنا عمل ايه. نقرأ مع بعض. وأعرضها على أبي، فهو من محبي الآثار والطبيعة، إلا أن المعلمة استوقفتني قائلة: يا هاني، هذه محمية طبيعية. فلم أفهم ما تعنيه، وسألتها: ماذا تقصدين يا معلمتي؟ ابتسمت المعلمة وقالت: لقد تم الإعلان عن أن هذه الغابة. طبعا أعرضها همز القطع وفعل مضارع،
على ألف لينة أبي همزة قطع وبها ياء ملكية الفصلة من علامات الترقيم، فهو الفاء حرف عطف هو ضمير غائب للمفرد المذكر، محبي الباء هنا حرف مضاعف وبها مد بالياء، الآثار همزة وصل وهمزة مد ومد بالألف، وحرف عطف الطبيعة لام شمسية الطاء مشدد بها مد بالياء وتاء مربوطة، الفصلة من علامات الترقيم إلا همزة قطع أن النون هنا مضاعفة استوقفتني، همزة وصل أو ألف وصل وهي فعل ماض قائلة مد بالألف وتنوين بالفتح، النقطتان من علامات الترقيم، يا هاني أسلوب نداء لأن يا أداة نداء، هاني اسم إنسان، محمية الياء هنا مضاعفة طبيعية بها تنوين بالضم. فلم أفهم ما تعنيه أسلوب نفي، لم أداة نفي أفهم همزة قطع فعل مضارع، ما مد بالألف تعنيه فعل مضارع، سألتها فعل ماض وهمزة متوسطة والهاء ضمير متصل، ماذا تقصدين يا معلمتي أسلوب استفهام بدأ بأداة الاستفهام ماذا وانتهى بعلامة استفهام، تقصدين فعل مضارع مد بالياء، يا معلمتي أيضا أسلوب نداء ومعلمتي بها ياء متكلم أو ياء ملكية، ابتسمت فعل ماض وألف وصل والتاء مفتوحة، قالت فعل ماض بها مد بالألف وتاء مفتوحة، الإعلان لام قمرية مد بالألف، هذه اسم إشارة الغابة لام قمرية. طبعا صديقنا هياخد الأحجار دي وقال هيستكشفها في معمل العلوم وكمان هيعمل بيها إيه؟ هيعرضها على أبيه، فبابا من محبي الآثار والطبيعة، والده كان بيحب الآثار الأشياء الجميلة النادرة والطبيعة كل ما هو موجود على وجه الأرض في هذه الحياة، إلا أن المعلمة استوقفت صديقنا وقالت له إيه؟ وقفته طبعا لأنه كان بيجمع هذه الأحجار من المحمية، يا هاني، طبعا صديقنا عرفنا كده إن هو اسمه هاني، هاني قالت له إن دي محمية طبيعية، يعني إيه محمية من اسمها؟ إن هي مكان لحماية الأشجار والأحجار النادرة والنباتات والطيور والأسماك وكل ما هو على وجه الأرض مهدد بالانقراض والانتهاء، طبعا المحمية دي من اسمها محمية بنحمي هذه الأشياء. طيب احنا عاملين المكان ده علشان نحمي هذه الآثار النادرة، يا ترى من حقنا أو من حق أي زائر إنه يدخل ياخد هذه الأحجار وهذه الأشجار؟ أيا كان الهدف إنه واخدها لشيء مفيد، لكن طبعا ما يصحش إن احنا ناخد أي حاجة من هذه المحمية ومن هذا المكان الطبيعي. فلم أفهم ما تعنيه، هاني طبعا ما فهمش قصد المعلمة إيه وسألها ماذا تقصدين يا معلمتي؟ قصد حضرتك إيه من الكلام اللي قلتيه؟ طبعا المعلمة ابتسمت وقالت له لقد تم الإعلان عن أن هذه الغابة، تعالوا نشوف أعلنوا أن هذه الغابة عبارة عن إيه؟ نقرأ مع بعض، محمية طبيعية، وهذا معناه أنه يجب علينا أن نحافظ على كل ما بها من الضياع حتى لو كان الغرض من ذلك هو إجراء التجارب والاستكشافات، قال هاني أعتذر يا معلمتي فمعك كل الحق، علينا الحفاظ عليها فهي كنز تاريخي عظيم، محمية طبيعية تنوين بالضم معناه مد بالألف وهاء مربوطة، أنه النون حرف مضاعف والهاء هاء مربوطة، يجب فعل مضارع، محافظة فعل مضارع وأيضا بها مد بالألف، الضياع لام شمسية مد بالألف ولا يوجد بها مد بالياء، حتى ألف لينة الغرض لام قمرية، ذلك اسم إشارة للبعيد، إجراء همزة قطع مد بالألف همزة متطرفة،
التجارب لام شمسية مد بالألف وهي كلمة جمع مفردها التجربة، والاستكشافات الواو حرف عطف وهمزة وصل كلمة الاستكشافات كلمة جمع مفردها الاستكشاف وبها أيضا مد بالألف وتاء مفتوحة. قال فعل ماض، اعتذر فعل مضارع، فمعك كل اللام هنا حرف مضاعف، الحقي لام قمرية والقاف أيضا حرف مضاعف، الحفاظ لام قمرية مد بالألف، كنز تاريخي عظيم تنوين بالضم، وكلمة تاريخي حرف الياء هنا الياء الأخير هو حرف مضاعف، كلمة تاريخية أيضا بها مد بالألف، وكلمة كنز بها مقطع ساكن وحرف ساكن وهو النون، كلمة عظيم بها مد بالياء. طبعا اتفقنا ان المعلمة قالت لهاني انه تم الاعلان عن ان هذه الغابة محمية طبيعية، يعني مكان لحماية الاحجار والاشجار والنباتات الملونة النادرة. معناه ايه ان المكان تم الاعلان عنه انه محمية طبيعية؟ معناه انه يجب علينا جميعا الحفاظ على كل ما في هذه المحمية من الضياع، ولا نأخذ أي أشياء من هذه المحمية، حتى لو كان الغرض من أخذ هذه الأشياء إجراء التجارب والاستكشافات، إن إحنا نعمل على هذه الأشياء تجارب في معمل العلوم أو نستكشفها. طبعاً ده ما ينفعش خالص إن إحنا ناخد أي شيء من هذه المحمية الطبيعية. محمية يعني نحميها ونحافظ عليها ونحافظ على كل ما بها من الضياع. طبعا هاني عرف غلطته الغير مقصودة وقال للمعلمة اعتذر يا معلمتي انا اسف، فمعك كل الحق، عند حضرتك حق ان احنا لازم نحافظ على هذه المحمية. لماذا يجب علينا الحفاظ عليها؟ لانها كنز تاريخي عظيم. طبعا المحمية دي بجمالها وبأشجارها وبأحجارها وبنباتاتها الملونة عبارة عن كنز تاريخي، كنز تاريخي ليه يا أولاد؟ لأنه تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان على الأرض، علشان كده فعلا هو كنز، كنز لأهميته ولأنه شيء ثمين جدا ومكان ثمين جدا وعظيم جدا لأنه موجود قبل وجود الإنسان على الأرض. أصدقائي أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى أنكم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا الدرس كويس، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.